هنا سؤال. إمام صلى التراويح 11 ركعة ولم يصلي المؤذن إلا العشاء، ثم رجع المؤذن الذي لم يصلي التراويح من التراويح شيئا وصلى بالناس في الليل 11 ركعة، فهل هذا جائز؟ هذا قسمة للمسلمين وهذا فرقة للمسلمين. وعمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد وجعل صلاة الخيام في أول الليل، مع أنه في البداية كانت في آخر الليل، فوجد من الناس تأخرا فجعلها في أول الليل، وأخبر والتي ينامون عنها وهي آخر الليل خير من التي يقومون يعني هي أول الليل. ومع ذلك لم يقسم المسلمين قسمين، اللي بده أول الليل يجي واللي بده آخر الليل يذهب. لم يفعل عمر اللهم ارضى عنه هذا الفعل. وبالتالي ما نراه في هذا الزمان من قسمة المسلمين إلى قسمين، سواء أنه يجعل قيام أول في أول الليل قيام ثاني في آخر الليل، هذا ليس من السنة وهذا زيادة عن عدد الركعات. آخر قال لا يا شيخ، إحنا نلتزم بعدد الركعات، سأصلي ستة في الناس وأجعل خمسة أقوم فيها في آخر الليل وأطيل، والستة يتمها المؤذن أو إمام آخر ونحن نتم في آخر الليل. فهذا قسم للمسلمين وفرقة، وانقسم المسلمون إلى قسمين وهذا باطل ومرفوض، وبالتالي لا نرى أنه يوافق السنة. نحن نريد أن نجمع المصلين على إمام واحد وليس على إمامين ولا نفرقهم. فتنبه أخي في الله إلى هذا الشيء الذي يقع من بعض الأئمة وخصوصا في العشر الأواخر، ويدفعهم إلى ذلك العاطفة وحب طول الصلاة. ونحن نختصر على هؤلاء نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو كان هذا خيرا لقسمهم عمر قسم أول الليل وقسم آخر الليل، وهذا لم يكن، فبالتالي نبتعد عنه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.